السلام عليكم يا أصدقاء، أتمنى تكونوا بأفضل حال. بهذا الفيديو بستعرض معاكم مجموعة من المواقع المجانية اللي بتساعدك في السايت أناليسز أو تحليل الموقع، منها 2D و3D، وتقدر تستخدمها بسهولة لتجهيز الرسومات البيانية أو الدايجرامز. والغير المهندسين، السايت أناليسز أو تحليل الموقع هي مجموعة من الدراسات اللي يقوم فيها المهندسين أو المكتب الهندسي قبل البدء بعملية التصميم، بغض النظر عن حجم المشروع أو نوعه، مثل إمكانية الوصول للموقع، مستوى الضوضاء، حركة السير أو المرور، الخصوصية، تقسيم المناطق، الخدمات حول الموقع مثل مدارس، مستشفيات، مساجد، حركة الشمس والرياح وغيرها. وتكون هذه الدراسات مرجع طول مدة التصميم لاتخاذ قرارات سليمة وصحيحة بالنسبة للمستفيد اللي هو صاحب المشروع أو الكلاينت وللآخرين. أول ويب سايت معنا اسمه CAD Mapper، ومنه في خرائط 2D و3D، تقدر تنزل ملفات AutoCAD لأي مكان موجود في العالم، وفي كذا فورمات، ممكن AutoCAD أو Rhino أو SketchUp أو Illustrator، up to 1 كيلومتر بتقدر تنزلها فري، لكن لو تحتاج أكثر من كذا بيكون مقابل مادي. كيف تشتغل؟ مجرد أنك تحدد الأريا اللي تبغاها، تسوي له داونلود، وبعدها تفتحه في البروجرام اللي أنت أوريدي اخترته وتسوي لها أدت. وزي ما تكلمنا هنا أنه up to 1 كيلومتر بيكون فري، أكثر من كذا بتحتاج تسجل. وعندهم ملفات AutoCAD الأكثر من 200 مدينة في العالم، فلو نزلنا مثلا للميدل إيست واخترنا الرياض، بس نضغط عليها نسوي لها داونلود، ينتهي التحميل، ولو شو إن فولدر نضغط دبل كليك، نفتح الملف، يشتغل معانا الأوتوكاد، بعدها نسوي زوم إن، وبكذا هذه هي الخريطة بأوتوكاد، وتقدر تعدل وتشتغل عليها بكل سهولة. ما أعتقد إنها مفصلة مرة، لكن على الأقل مكان تبدأ منه. أما بالنسبة للثريدي، لو رحنا، الشيء الأول بس إنك تحتاج تسجل، بعد ما تسجل تحدد المكان اللي تبغاه، هنا تسوي زوم إن وزوم أوت بالماوس، أو من هنا ومن هنا، ومن هنا تقدر تحط اسم المنطقة وتختار الفورمات حقت السوفت وير اللي تبغاه. يعني مثلا لو نبغى سكتشب، لو تشوف من هنا انه لازم نقلل او نصغر المنطقة علشان يكون الملف معانا مجاني. لو تعدينا هذا الليمت بعدها بيشتغل هذا، يعني ما رح يكون مجاني ولازم ندفع عليها. نصغرها شوي، وبعدها نقول create file، طبعا احنا اخترنا انه SketchUp، نستنى بس شوي، من هنا بيطلع لنا 3D و2D view، هذا 3D وهنا 2D. لو نبغى نحمله نضغط على داونلود، بس يخلص تحميل دبل كليك، وهذا ملف السكتشوب عندي، اقدر اسوي له اديت بكل سهولة. لو حبيت مثلا اغير الماتيريالز، نختار مجموعة، بعدها نختار البينت بوكيت، تختار لون او ماتيريال، وممكن تحط دايمنشن كنترول دي، تضيف دايمنشن بأي مكان تبغاه،
ممكن تضيف برضو ليبلز على أي مكان مهم. بعدها أضغط بمكان فاضي. يعني يكون الملف كامل عندك وتقدر تشتغل عليه بكل سهولة. وممكن برضو تغير الستايل. لو رحنا من ستايلز وشفنا الستايلز المختلفة، اختار اي ستايل نبغى نشتغل عليه، ولو اوكي بعدها نروح من فايل واكسبورت اما 2D او 3D. ثاني ويب سايت اسمه OpenStreetMap وهو جدا سهل الاستخدام. على اليسار في سيرش بار تقدر تكتب المنطقة او المدينة اللي بتبحث عنها، وعلى اليمين في زوم ان او زوم اوت او شير يور لوكيشن. الزوم ان والزوم اوت تقدر تستخدم الماوس بكل سهولة. الشيء المهم في هذا الويب سايت هي اللايرز. عندك مجموعة من اللايرز تقدر تغير بينها بالشيء اللي انت تحتاجه او تبغاه، وكلها لها different presentation. الشيء الاحلى انها هي مرتبطة بماب كي، وكل ما تسوي زوم ان على منطقة معينة بيجيب لك تفاصيل اكثر في هذه الكيز، وتقدر تسوي لها داونلود مع الماب. لو سوينا زوم ان مثلا على هذه المنطقة وحبينا ننزلها، نروح بعدها شير. في الشير تقدر تخلي في مارك على اللوكيشن، يعني لو قلنا مثلا هذا السايت، بعدها اما انه ناخذه كلينك او شورت لينك او نسوي له امبيد. اذا كان لك ويب سايت لو تبغاها كصورة تحط هنا امج وتختار المنطقة انك تحدد حجم هذا الريكتانجل او تسوي كسكوير. بعدها لو حددته واوكي تختار في كذا فورمات، اما بي ان جي او جي بي جي او بي دي اف، واحسن لك الاس في جي. لو سوينا لها داونلود نقدر نسوي لها ادت باستخدام برنامج الالستريتر. اول ما ينتهي التحميل show in folder، بعدها open with illustrator. اول ما يفتح الفايل نضغط عليه ونسوي بس right click و ungroup. بعدها اي layer ما تبغاها حدد عليها واحذفها. بعد كذا لو نبغى نسوي zoom to fit control 0، ومن هنا تقدر تسوي edit كلها. تقدر تحركها، تغير ألوانها، تغير فونت، تحذف أي شيء ما تبغاه بكل سهولة. يعني لو حبينا مثلا نغير هذا الجرين نحدد إما عليها بكنترول أو إنه تروح لسلكت وسيم ومثلا في الكلر فحدد لي كل الأخضر اللي بنفس اللون، وبعدها من الألوان. يعني تقدر تغيرها بكل سهولة وتشتغل على البرزنتيشن. بعدها تسوي لها اكسبورت وتكون بارت من يور برزنتيشن. والماب بوكس ايضا من الويب سايتس المجانية، بس يتطلب منك انك تسجل تسجيل اعتيادي يوزر نيم وباسورد وايميل. توصلك رسالة على الايميل فيها اللينك تضغط عليه، وبعدها راح يكون الاكاونت اكتف. تدخل على يور اكاونت وبعدها تقول start by designing a map. من هنا تختار new style. في مجموعة من الستايلز، ومن هنا تشوف البريفيو تقدر تسوي زوم ان وزوم اوت، وعندك اختيارات لو تحب تغير من هنا وتشوف الاوبشنز الثانية. لو اوكي اضغط على اوكي عشان تبدأ. اول ما تفتح الماب راح تلاحظ على اليسار عندك components ولايرز اللي بتتكون منها هذه الماب. بالcomponent واللاير كل هذه الاوبشنز لو دخلت بتلاقي مجموعة من الاختيارات وكلها تقدر تعدل عليها. لو مثلا رحت للووتر وحبيت تغير اللون راح تشوف التغيير مباشر عندك في الشاشة، اما تغير اللون كامل او تفتح او تغمق. لو تبغى ترجع اللون الاصلي اضغط على ريسيت. هنا الجرين ارياز نفس الشيء، لو نبغى هذا اللون خلاص اوكي. بعد كذا عندك الروتس
بالووكينج والسايكلينج. لو جيت على البيلدينجز واخترت انها تكون 3D، مجرد اضغط على الماوس واسحب زي سكتش اب عشان تشوف البيلدينجز ب3D. لو تبغى تعدل او تغير في الليبلز ممكن تروح وتختار انها تكست اونلي او تكست ايكون، وممكن نقلل عدد الليبلز. من هنا ومن هنا وهنا عندنا ليبلز اكثر، ممكن نقللها او نختارها مثلا ايكون اونلي. بعد كذا تختار المكان اللي تبغاه او البرسبكتيف اللي تبغاه. استخدامه نفس برنامج تقريبا السكتش اب، مجرد انك تضغط وتسحب. بعدها لو الفيو اوكي تقدر تسوي لها اكسبورت وتشتغلها اما فوتوشوب، الستريتر او اي برنامج انت تفضله، حتى سكتش باي هاند بكل سهولة. الويب سايت الرابع اسمه كونتور ماب كرييتر. ممكن نختار مابس او ساتلايت ونتحرك بالهاند بالمنطقة اللي نبغاها، ومن هنا نقدر نسوي بحث باسم المنطقة. لو كبرناها من هنا ممكن نختار ونتحرك بكل سهولة ونسوي زوم ان وزوم اوت. بعدها لو مثلا رحنا للسعودية وسوينا زوم ان هنا، بعدها نروح لساتلايت ايمج عشان نحدد المنطقة اللي نبغاها، مجرد ان نضغط ضغطتين على المكان اللي نبغى نشوف الليفلز اللي فيه. لو مثلا مكان زي كذا في جبال، نضغط الضغطة الاولى والضغطة الثانية عشان يحدد لنا الريكتانجل، ونكبره ونصغره، يعني ممكن تعدل عليه. لو اوكي اضغط عليها مرة ثانية تقدر تتحرك، زوم اوت. بعد كذا البلوت اوبشن، اما انك تحدد الليفل او الدستنت. مثلا لو قلنا 20 بعدها نضغط على get data، ومن هنا بيكون عندنا presentation لكل الليفلز. نسحب ونضغط get data. لو تبغى اقل او اكثر او تغيرت تبغى distance، تغير من هنا مثلا 20 وتختار get data مرة ثانية. نرجع للليفل 20 get data. بعد كذا لو نزلت من تحت تقدر تشوف الاليفيشن داتا من هنا والمينيمم والماكسيموم. ولو تبغى تنزلها تضغط داونلود از اس في جي. لما تحمل نفتحها في الستريتر وتقدر تسوي لها اديت زي ما شفنا في الويب سايت الثاني. بتكون عندك كل المعلومات وتقدر تغير الالوان او تاخذها وتحطها في البرزنتيشن. اخر موقع معانا اسمه فينتسكي، وهو متاح لكل الناس حوالين العالم انه يستخدموه بشكل مجاني، وهو متخصص باحوال الطقس من رياح وامطار، درجة حرارة ورطوبة وغيرها. اول ميزة في هذا الويب سايت انك تقدر تستخدمه باللغة العربية، يعني لو رحت للسيتنجز وغيرت اللانجوج للعربي كلها بتتغير للغة العربية. وبعدها لو ضغطت على اي منطقة او بحثت عنها هنا، مثلا لو ضغطنا على الرياض بيعطينا معلومات مفصلة عنها. من هنا تقدر تنزل وهو ينزل لك، يعني لو رحنا الشمس والقمر او انك مجرد تطلع وتنزل من هنا عادي. عندنا الساعات القادمة والتوقعات، بعد كذا درجة الحرارة والامطار وهبوب الرياح، وكلها بدايجرامز. وهنا تلوث الهواء والشمس والقمر، وتقدر تغير من هنا التواريخ او بهذه الطريقة، هو انك تحرك على نفس الدايجرام وبيتحرك معك، وعندك كل هذه المعلومات انك تستخدمها ولكل المناطق.
مثلا المدينة نفس الشيء، عندك معلومات كاملة عنها. بعد كذا تقدر تشوف في أنيميشن لحركة الرياح، لو ما تبغاها تقدر تطفيها من هنا، تختار على لا شيء وبتوقف، أو أنك لو تبغاها تختاره طبيعي شديد وغيرها. ومن هنا في مجموعة اختيارات، يعني لو مثلا رحنا للأمواج بيبين لي حركة الموج، لو شغلنا الأنيميشن بيتحرك يوريني في الساعات القادمة كيف الأمواج بتتحرك، أو لو رحنا مثلا وقلنا الرطوبة نفس الشيء. ولو ننتبه أن السكيل اللي هنا بيتغير بحسب الاختيار اللي احنا اخترناه. ومن هنا نغير التواريخ، سواء حبينا نشوف الأيام السابقة أو التوقعات للأيام المستقبلية. لو اخترنا مثلا على الأمطار، بعدها اخترنا على مشاركة، نقدر نحفظها كرابط أو صورة للشاشة، ممكن نكبر أو نصغر، أو رطوبة. وبعدها مثلا تروح لو تبغاها صورة حية بتستفيد منها، لو كان عندك ديجيتال بريزنتيشن، أو تقدر تحطه في الرابط لو عندك ويب سايت أو أونلاين بورتفوليو. وهذه كل المواقع اللي حبيت أشاركها معاكم اليوم، أتمنى تكون مفيدة لكم وتساعدكم في السايت أناليسز أو البرزنتيشن. As usual حطيت لكم كل الروابط في وصف الفيديو، وفي روابط أخرى ما شرحناها في هذا الفيديو، إما أنها مشابهة أو أنها بفلوس أو أنها أقل أهمية. لو تعرف مواقع ثانية غير اللي في هذا الفيديو شاركها معنا في الكومنتس عشان تكون مرجع للجميع. في تنبيه بسيط لكل المواقع اللي تكلمنا عنها، القي نظرة قبل لا تستخدمها على الكوبي رايت، بس عشان تكون في السيف سايد. لو عجبك الفيديو لا تنسى اللايك، ولو تحب تشارك في القناة اضغط على السبسكرايب عشان تكون بارت من الكوميونتي. شكرا على المشاهدة وفي أمان الله.